ممكن نتشرف بحضرتك؟ المهندس طارق شكري نائب مصر جديد مدينه نصر. ايه اهم تطلعات حضرتك لبرلمان 2021؟ الحقيقه عندي تفاؤل كبير بهذا البرلمان. مصر بتمر بمرحله استقرار كبيره جدا سواء على المحيط الامني او المحيط السياسي، فتقديري ان البرلمان هيكون له دور فاعل جدا. العناصر اللي موجوده فيه وقراءه الاسماء المرشحه فيها تنوع كبير جدا بين المرأة وبين عناصر جديدة وبين أحزاب 12 حزب، فقرأت إن هيبقى مجلس دسم. أنا أتمنى إن بعض القوانين اللي بحلم بيها في إنها تتحقق في قطاع الإسكان باعتباري هي دي خبرتي وحياتي اللي هتأدي إلى مزيد من التحسن سواء في جذب الاستثمار لهذا القطاع أو للتوازن الكبير اللي احنا محتاجينه الفترة القادمة، لأن احنا شايفين إن مصر هتبقى فعلاً في طريقها إنها تكون رقم 6 على مستوى العالم في حدود 2030. فالخمس سنين القادمة دول مهمين جدا جدا في تحسين المناخ الإسماري بشكل عام، فأنا مهتم جدا بهذا الأمر في القوانين. وكده حضرتك إن شاء الله ناوي تترشح لجنة الإسكان؟ هي الرغبة الأولى بالنسبة لجنة الإسكان. وإيه هي أهم القضايا الموجودة أو اللي حضرتك ناوي تتبناها تحت القبة البرلمانية؟ موضوعين: قانون التطوير العقاري حتى يكون هناك قانونا منظما للمطورين العقاريين لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين اللي هيمكن ضبط السوق. السوق الحقيقة محتاج لآليات ضبط كثيرة مش هتتحقق إلا بوجود قانون لاتحاد المطورين عشان يتم تصنيف المطورين في ألف وبيه وجيم ودال، وعشان يبقى وضع آليات تحفيزية وآليات عقابية اللي يخطئوا، وبالتالي هيبقى هذا السوق سوق منظم وهيكلي وهيدعو إلى مزيد من الجذب في هذا القطاع، ومش ممكن هنشتغل في ظل عدم وجود آلية تنظيمية ليه. الموضوع الثاني هو التوازن بين المالك والمستأجر أو المالك ومشتري الوحدة فيما يخص موضوع الصيانة. صيانة العقارات والمحافظة على الثروة العقارية أمر شديد الأهمية، والحقيقة الثروة العقارية في مصر حجمها ضخم جدا، وبدون وضع آليات منظمة لعملية الصيانة الأمر بينتج عنه انخفاض في قيمة الثروة العقارية المصرية بالكل، بمعنى أن مش ممكن هيبقى عقار ما بتأديش ليه الصيانة بالشكل الجيد بشكل مباشر قيمته مش هتزيد بالنسبة المطلوبة. ما فيش آلية قانونية واضحة وسهلة تفصل الالتزام المالي بين المطور أو صاحب العمارة وبين المستأجر أو المشتري. أنا مهتم جدا أن احنا نضع قانون زي أسوة بكل الدول ينظم هذه العلاقة بشكل هيكلي يخلي كل الأطراف في حالة سلام اجتماعي. وهل هيقدر المجلس أن هو يغير نظام الإيجار القديم أو الإيجار الجديد ويعمل حاجة ترضي المالك والمستأجر؟ لا، بعد ده موضوع تاني وده ملف آخر، يعني ملف ليس باليسير ولا يمكن أن يختصر في جملة. أنت بتتكلمي عن موروث يتجاوز 60 عاما، في طرفين، كلا الطرفين مصريين وكلا الطرفين يهمونا، المستأجر والمالك، كلا الطرفين مصريين ويهمونا جدا، فمحتاج الحقيقة مناقشة مجتمعية كبيرة حتى تصل إلى خلاصات فكرية تقدر المسار الأحسن، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى إحصاءات، بمعنى أنه لابد من تقدير عدد الوحدات المؤجرة وعدد الوحدات اللي عدى عليها 30 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة حتى يكون هناك إحصائية يتم عليها تقدير الموقف وتقدير القرار المناسب، لأنه قرار توازني ومهما بذل فيه من جهد سواء قانوني أو فني هيبقى دايما في أطراف عندها عدم رضا، فأنت محتاج لفحص دقيق جدا عشان نوصل لنتيجة كويسة فيه.